السلام عليكم العائلة ديالي مريومة الناس الأعزاز الغالين. اليوم واحد اللايف سبيسيال. أم هادية أي 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 أم هادية من الناس اللي غيعجبها هاد اللايف. صافي عليكم العائلة ديالي، الله يطول لي عمركم، الله يحفظكم لا فامي ديالي، أنا خواتاتي إنكوني الناس الأعزاز الناس الجداد. الله أي 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 أيوا الناس لقيتي، الله يطول عمر خواتاتي، الله يحفظكم ليا لا فامي ديالي. اليوم ان شاء الله غيكون واحد اللايف و جيسبر تبقاو معايا، تبقاو معايا في هذا اللايف، ونتمنىكم لا فامي ديالي كلشي تبارطاجيو، الله يطول عمركم. انا عارف خواتي تعز عليكم الخير، تعلمنا منكم لا فامي ديالي، وتتما بلا سد ديور الكبار ما شاء الله عليكم، الله يطول عمركم ان شاء الله. ونتمنى من هذا اللايف يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وبغيت خواتاتي اليوم ان شاء الله يتعاونوا معايا تبقاو معايا في اللايف، نديروا واحد الخير لا فامي ديالي، ندعموا واحد السيده ان شاء الله اللي كاين اللي كيعرفها كاين اللي ما كيعرفهاش. والله يجعل ربي يحفظكم لي لا فامي ديالي، ونبارطاجيو هذا اللايف، والله يطول عمركم، الله يحفظك ام هديه. شكرا لكم لا فامي، باسكو توصلت ميساجات بزاف وما كيصحابش لي فريمون شي بصح، قسما بالله انا سمعت هذه الهضره ولكن كيصحاب لي كذوب. ولكن عيطت لي نوره واتصلت بالسي واحد السيد اللي بحال ينسخوكم ما كيكذبش، وعاود لي كل شيء. لهذا لا فامي ديالي بغينا حتى حنا نديروا هذا الخير ان شاء الله، ونكونوا حتى حنا عندنا الاجر فيه ان شاء الله. الاخت نعم داكور قطره الندى، الله يطول عمركم، الله يجعل ربي يحفظكم لا فامي ديالي، الله يطول عمركم لا فامي ديالي. نتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، الله يحفظكم خواتاتي، الله يطول عمركم ان شاء الله. بغيتكم تبارطاجيو اللايف وتبقاو معنا ان شاء الله، واللي عنده شي سؤال ولا شي نصيحه، حنا الحمد لله الله يحفظكم لا فامي ديالي خواتاتي. شكرا لكم، انا راسي عندي عائله زوينه، وعارف عندي خواتات ما شاء الله، حنا الحمد لله كنعزوكم لله والله العظيم، وعارفكم ما غتخسروش ليا، وكنت غنديرو حتى الغدا ولكن قلت اليوم، والله العظيم جاي في الطريق وكنهضر بوحدي، وربي يسر في هذا اللايف ما كانش عندي ريغليت، مشيت شريت ب 15 يورو وجيت، ربي يسر لا فامي، انا ما عنديش مع ديك التخنديش وصوبت بوحدي، ربي يسر في هذا اللايف ان شاء الله. ونتمنى من الله يكون لايف زوين ان شاء الله. ام عمر قلت لي واش انت في موزمبيق، غدا نوريك فين انا ياك اخواتاتي، ياك انا انت ولد الناس، وكنت كنتسنى منك هذه المبادره. قطره النادى والله العظيم العائله ديالي كنت قلت اش قلت خليت نمشي للمغرب وندير انا وسعاد يدخلوا معنا الناس كثر، ولكن شوف بغيناها بالخف ان شاء الله كما قالت جيجي، باسكو صيفطوا لي واحد المقطع لان بغات يعني في اقرب وقت ان شاء الله باش تكمل 10000 ان شاء الله. واليوم باذن الله انا عارف الافاتاريه الدار كبيره دخل عندها شي 5000 باذن الله تعالى، وتكمل ديك 10000 اللي قلت هي، ولا تكمل ديك نتمنى ولا تكمل 100000 وزيد وزيد، باسكو لا فامي ديالي حتى هي خيره سابق علينا، لان كانت من الاوائل ومن احسن واول قناه لا فامي ديالي في المغرب كانت دير الاشهار هي جيجي بريستيج بكل صراحه بلا ما نكذبوا، وحنا كنفتخروا دائما بها. وكان لا فامي انا من الناس اللي كيقول جيجي راه يعني استاذه، انا اليوم نقول بان حنا تعلمنا منها، انا من الناس اللي تعلمنا منها، يتعلمنا منها الحمد لله. جيجي تستاهل، شكرا مدام حريزيه، الله يحفظكم ليا، الله يطول عمركم خواتاتي ان شاء الله، الله يعزكم. لا فامي نديروا الخير وبقى معايا في اللايف، وجيسبيغ تدخل معنا في اللايف، انا ما عنديش نمره تاوري طاقية، ربما نشوف اللايف نصيفطو الله يجعل ربي يحفظكم ليا خواتاتي. انا من اول متابع، الله يحفظ برافو لا فامي ديالي فريمون، الله يطول لي عمركم لا فامي ان شاء الله. لا فامي نديروا الخير، ما عرفتو تكون على يدي ويدكم شي حاجه زوينه، غادي ندخل في واحد الموضوع جيسبيغ ما تكعاش عليا هي، ولكن انا عارف راه انا خوها ان شاء الله. المهم انا غنعايرها بالضحك، باسكو هي كتعرفني، حنا الحمد لله كنا كل في طابله وحده والله العظيم، انا وهي ومول الدار ديالها والوليدات ديالي وليداتها الحمد لله. ها اي 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 فين كالبارطاج، ما عرفت النورة بارطاج. لا فامي ان شاء الله لا فامي ديالي، الله يجعل ربي يحفظكم لا فامي، بقاو معايا وبارطاجيو لا فامي، ندعموا ان شاء الله وندخلوا معاها كاملين، الله يطول عمركم. لا فامي اللي دخلت عند جيجي بريستيج في مصر تقول لي انا من طرف يونس افاتار، الله يحفظكم. والله حتى بكيت عليها اللي داز عليها بزاف، ولا اله الا الله لا فامي ديالي. لا فامي شكون جيجي؟ جيجي واحد القناه كانت اول قناه في المغرب كدير الاشهار، غايقول لي شي قناه اخرى نو، اول قناه
قسما بالله لا فامي ديالي. انا من الاوائل اللي تحت الفرصه ودرت اليوتيوب بسببها هي الحمد لله، وبكل صراحه تعرفت بها. انا رحمه قول اسمي، تحيه لك رحمه، الله يحفظكم. جي جي نو لا فامي، جي جي بريستيج في مصر، جي جي بريستيج في مصر، الله يحفظكم لا فامي ديالي. جي جي بريستيج في مصر، دخلوا عند لا فامي، الله يطول عمركم، عمركم العائله ديالي. شكرا لكم، نتمنى من الله. ما عرفتش شحال الساعه دابا في مصر تكون معنا، ما عنديش النمره ديالها ديال مصر، ما عنديش حتى ديال مول الدار ديالها عندي، ما بنتها ما عرفتش. الله يعمرها دار. برافو المراه المكافحه كما كنقولوا، جي جي دائما لك المراه القويه ان شاء الله، وبغينا ان شاء الله ترجع بقوه كما كنا كنشوفوها ما شاء الله في اللايفات ديالها وفي الضحك وفي الخدمه. فريمون لا فامي كانت عرفتي، كانت والله العظيم اللي دير اللايف ما شاء الله سوق ربي العالمين، كيف ما كنديروا دابا الحمد لله حنايا، وان شاء الله ربي كبير. الله يحفظكم لا فامي، انا خواتاتنا شكرا لكم لا فامي، بارطاجيو اللايف الله يحفظكم. برا واش اللي معاها بنتها؟ وي مريومه اللي معاها بنتها، حنا معاها خصنا غير تبدل اسلوبها. الله يهدي ما خلق، ان شاء الله غتبدلوا باذن الله. شوفوا لا فامي ديالي راه هي دابا نتوما قد ما انا، شوف ربما انا ملي كيدخل عندي شي واحد جديد الطريقه باش كنهضر كيقولوا ناري دخينه، ولكن نتوما دابا عرفتونا راه هي هكاك، راه هي هكاك والله العظيم لا فامي، هي هكاك الطريقه باش كتهضر. علاش مشات لي ظروف لا فامي ديالي؟ ما ظروف مشاكل عائليه، ما بغيناش ندخلوا في لي ديطاي. انا الحاجه دخلت عندها في الله يحفظكم. نتمنوا من الله هادشي كامل اللي قلتو تكون معنا في اللايف ان شاء الله، ما غيبقى فيها حتى حاجه باذن الله تعالى. وغتكون ما شوف لا فامي ديالي والله شي هي، لو تبركوا معاها راه 36 راه ظريفه، وربما في اللايف الطريقه ديالها نتوما ما كتعرفوهاش والله العظيم. الله يحفظكم جيهان جيجي سونو نوفا بونا سيرا كارو غراتي. ان شاء الله غنعاود ندخلوا لا فامي، نتمنى من الله لا فامي دخلوا عند الله يحفظكم والله. لا اقسم بالله لا فامي ديالي ما في خباري، قلت لي فاطمه ولا توريه اللي خدامين معانا قبل ما نجي باش ما نكذبوش، باش ما نكذبش. وكيسحب لي غير باسكو انا ما كنعرف شحال ديما بقيت كنشوف هذا ما كنتسامعوش. قلت لك ما انتم عارفين لا فامي اليوتيوب هاد لي ريزو سوسيو الكذوب وهذا هذا هذا، ولكن اليوم تاكدت بانه بصح واللي قالها لي ما كيكذبش. واحد الانسان اللي كنشوف فيه يونس الحمد لله، واحد خويا عزيز وغالي وما يكذبش عليا، قال لي كل شيء صحيح وهذا الشيء كاين وهذا وهذا. ومسكينه وقعت بظروف، واخا انا كنت كاعي عليها ملي زادت عندي البنيه ما جاوبت ما عيطتش، ولكن ملي سمعت هذا الشيء ما بقى بالي والو في هذاك الشيء. نتمنى لها ان شاء الله التوفيق، وكنقول لك جيجي باذن الله تعالى ردت الوالدين وهاد العائله ديال خواتاتي اللي غادي يشوفوا هذا اللايف غتراجعي كيف ما كنتي ها ان شاء الله، وغيدخلوا عندك الناس ونبغيو داك جيجي اللي كانت كدير لنا اللايفات. لا فامي ديالي ان افاتار فاشن باش تعرف بها، لو كون ما كانت هي ما غادي نتعرفوش بكل صراحه. الله ردت الوالدين وهي والله العظيم ان شاء الله. شوفي شوفوا شحال من واحد لا فامي كيطيح وكيطلع باذن الله تعالى، يا ما شفنا والله العظيم لا فامي ديالي. عندنا اصدقاء مريومه الله يحفظكم لي لا فامي، جي جي بريستيج لي با في مصر لي ظروف مسكينه، وان شاء الله دارت واحد القناه جديده ومشات ليها القناه الاخرى، وبغيناكم لا فامي ديالي كلشي تدخلوا عند الله يحفظكم العائله ديالي. شكرا هاد خواتاتي اللي باقين معايا في اللايف، شكرا لكم. الله يحفظكم لا فامي ديالي ان شاء الله، ونصيفطوا لها لي ميساج، وكنتوما كتبوا كاع لي ميساج كتبوهم ليها شي حاجه اللي باغا نتوصلوا ليها ان شاء الله. ونتمنى من الله تشوف هاد اللايف غتشوفوا ان شاء الله، وتقرا لي كومونتير وان شاء الله تكون بخير وعلى خير. ولكن انا الحاجه اللي بغيتها بلاتي غنقول لكم واش بغيت منها انايا، ولا اله الا الله الغلط اللي درتي. انا ما طورت راسها بقات في بلاصه وغلط، وانا لا فامي ديالي فريمون انا اوكي موا جادور جي جي بريستيج. الله يحفظكم كلنا جنود وراء يونس، الله يطول عمر خواتاتي. شكرا لكم الاعزاز الغاليين والله، الله يحفظكم لا فامي. وهذا الشيء هذا اللي وقع لهذه السيده اي واحد يقدر يوقع ليه، حتى انا يقدر يوقع ليا، غير الغلط كيوقع والانسان خاصو يتعلم من الاغلاط. المهم هذه المره والمره الجايه ان شاء الله ما 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 نتمنى من الله عز وجل ما توقعش في الغلط، لان كما قلت هي وقع وكانوا ظروف وان شاء الله. هو لا فامي غير انا بغيت نقول لجيجي اليوم انا اخوك والله العظيم قسما بالله الا اخوك، ودائما انا حاطك في واحد المرتبه اللي زوينه، باسكو دائما ملي كنتفكر اول مره ما غيتنساش ليا داك النهار اللي جيتي عندنا فيه
الله يحفظك مدام السكداري. وحنا كنا لا فامي كنخافوا من اليوتيوب، كنا نخافوا. وثلاثه مرات كتجي عندي كتقول لي ندير لك لايف، كنقول لها لا. نهار الرابع قلت لها والله العظيم اللي بغات توقع توقع دير لي لايف. عرفتي لا فامي من دارت لي لايف؟ سوق ربي العالمين، اقسم بالله لا فامي، سوق ربي العالمين جا عندي، سوق ربي العالمين ديال الناس. شكرا لخواتاتي داخل معنا، الله يرضي عليكم، العائله ديال يونس، برافو، الله يحفظكم لي يا خواتاتي. لما دخلوا على البريستيج في مصر الله يحفظكم، وبغيت تفرح ان شاء الله وتلوح شي ستوري وتقول لي خواتاتك كلهم دخلوا عندي. الله يجعل ربي يحفظكم لي العزاز الغالي. بغيت 5000 وقول لها كلنا من طرف يونس خوك، بحال هكا يونس خوك، وبغينا تفرح ان شاء الله نفرحوها وتفرح حتى هي وليداتها ان شاء الله. وما عرفت غنهضر في واحد الموضوع وخفت تقلق عليا، المهم انتم عارفين يونس خوكم القلب الكبير. ما كرهتهاش لا فامي تجي ترجع البلاد والله، ونشوفوها مع وليداتها ونشوفوها مع راجلها ان شاء الله. وبغيت اول لايف دي انا في المحل ديالي دير لي لايف انا بالنسبه لي انا جيجي بريستيج بورتا فورتونا قسما بالله، حتى نهار دخلت عندنا الخير ورزق. ولكن كافحنا حتى حنا ونضنا والحمد لله وطلعنا القناه وزيد 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 وزيد. يونس والله حتى بكيت، الله يحفظك. ليلى العزيزه الغاليه، انا قريب لك ليلى. انا في باري في هذوك السمرين هالنيجر هالالوان هادو، قلت لي واش بعض المرات كنقول واش انا في باري ولا فين. الوغ جيجي بريستيج موا جو تيم بوكو، الله يحفظك ميس، الله يكبر بكم انت معلم. شكرا لكم لا فامي ديالي خواتاتي، الله يجعل ربي يحفظكم. خاصك تجبد لي ودني والله لا فامي ديالي غنجبد لي. شوف لا فامي ديالي خواتاتي، الا خرجت الطريق رجعوني، قول لي يونس رجع ما سمعتش هضرتي اقسم بالله. راه واخا هي شوفوا لا فامي ديالي، شوفوا هكاك راه بويا عمر 36 ما سمعتنيش. لو كنت سمعت نصائح ديالي انا، شوف حنا تعلمنا منها، تعلمنا منها. انا غنقولها اليوم واحد الميساج غنصيفطو ليها، انا تعلمت منك، علمتيني كيفاش نوقف في الكاميرا، ولكن علمتيني في الطياره، ولكن راك غتركبي معايا في الطياره انا اللي غنسوق بك. حنا الاساتذه كيعلمونا كنقدروا نقريوهم ونقريو ولادهم. انا قلت لك واحد اسمعي لي، ما سمعتنيش لا فامي ديالي. لو كنت دارت شي محل قسما بالله وساروت ودارت عليه ريجيس كوميرس ودارت الفيزا، كنت ديما كنقول لها شوفي ديري الفيزا وسيري الطاليان والخدمه وهذا وهذا وغتشهر اكثر، ولكن ما سمعاتش ما سمعاتش ما سمعاتش ما كتسمعش. وان شاء الله شوفوا ان شاء الله ربي غادي ييسر، والله العظيم ربي غادي ييسر ليها. يلا دخلت وفرحت ملي شفت العنوان، والله يحفظكم لا فامي. والله العظيم الا جاوني ميساجات بزاف وكيسحب لي كذوب، ولكن نورا عيطت لي واحد خديجه ام عمر هذيك المناجر خاصها تصاحب معها جي جميل. انا في مصر، شكرا لكم، شكرا للعائله ديالي. انا اصبحت ربان طائر، اصبحت ربان طائر، الله يحفظكم لا فامي ديالي. صافي خواتاتي الله يحفظكم لي لا فامي ديالي، ومازال مازال انا معكم ان شاء الله، ونطلقوا لبعض الحوايج. وانا غادي نقول لاختي جيجي بزاف الحوايج، نتوما الا كنت غلط قولوها لي. انا بغيت لها الخير، بغيت نشوف هذيك جيجي الواو ان شاء الله، ودير مازال غينا دير محل في المغرب. وان شاء الله لا فامي ديالي غدير لي اول، غنقول لها يون شوفي كي تجي من المغرب غترتاحي، اول واحد غدير لي الاشاره هو يونس، غنبلبلوها لكم في شي لايف ان شاء الله باذن الله تعالى. هذا وعد. الله يخليك ما تخليش عليها، الله يحفظك لك. والله لا فامي ديالي، والله العظيم راه شوفوا لا فامي، انا لا فامي راه كنت جيجي راه بركت معنا في الطابله، لا هي ولا خو الزوج ديالها ووليداتها، وبركنا ما بركنا في الطابله، ما هي مره ما هي جوج، راه كنبقاو حتى لجوج الليل وكنديهم واحد القضاء العظيم. انا نصيحه مني، نتمنى من الله عز وجل اللي غادي نقول ليها، ما عرفتش واش كاينه معنا ممكن شكون جيجي يونس خويا. جيجي واحد سعاد زهر، واحد اليوتيوبرز، اول يوتيوبرز دارت الاشهار في المغرب قسما بالله، اول وحده. الله يحفظكم هذوك التعاليق السلبيه، الله يرضي عليكم، راه الانسان مسكين مأزم ما نزيدوش عليه. شوف حنا كنا كنغلطوا، الله يحفظكم لا فامي ديالي خواتاتي، شكرا لكم، الله يحفظكم. هي الاول، برافو لا فامي ديالي، هي لا فامي ديالي. شوفوا غنقول لكم اليوم اول شوف اول قناه جوج محلات اللي كانوا في المغرب، ربما انتم ما عارفين واش عارفين ما عارفينش، بحال دوك سعاد مش لا فامي، كانت اول قناه ديال الاشهار في المغرب راه هي جي جي بريستيج قسما بالله لا فامي ديالي، هي جي جي بريستيج. وانا المحل الثاني اللي خدمت معايا، كانت خدمت مع خويا رشيد المحل ديال رشيد، يا بخي خدمت معايا انا درت لي الاشهار، عرفتي لا فامي ديالي كانت عند هذيك الساعة بار 23، خدمت معايا ومع رشيد، ولات عندها في ظرف سيمانة شي 70 تبارك الله، ولكن الخدمة لا فامي كدير لايف للناس راه سوق ربي العالمين قسما بالله.
راه ما كانت غداو حتى لا 6 العشيه 7 العشيه. لا دام كي بريزونت بوكو دو ماغازان. الله يحفظكم برافو لا فامي. كيما قالت اختي ميس ولاتنا بزاف 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 ولاتكم بزاف ديال المحلات منهم افاتار ان شاء الله افاتار اللي هو انا منهم رشيد منهم بزاف 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 ديال المحلات الحمد لله اللي بينات بسببها هما تشهروا وكل دار القناه ديالو منهم انا يونس سلام واش جيجي هي اللي كان عندها المحل في حي الفرح كان عندها في حي الفرح وبقي دات وقلب في حي مولاي عبد الله حي القدس شارع القدس فريمون كنا مسمينها ملكه الاشاره كنت كنقولها لا فامي ديالي تبارك الله كان عنده واحد الجراه قدام الكاميرا ما شاء الله والله العظيم وغنيه عن التعريف ان شاء الله لا فامي ديالي ونتمنى من الله عز وجل تدخلوا عندها لا فامي الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم وخويا الله يحفظكم نحن نفتخر بك انها تعرفت على بطير الحاجه الله يحفظكم لا فامي ديالي الله يكبر بكم لا فامي انا نقول لها واحد المهم نقولها بزاف شي نصيحات وانتم قول لي واش يونس ولا هي راه اختي كتبقى دائما اختي والله العظيم واللي بغيت نقول لها شوفوا احنا الحمد لله جيسبيغ يدخلوا عندك 100 و200 1300 ولكن خديجه اختي راه سميتها خديجه هي او شوفوا انا كنهضر معكم تلقائي كانني كنهضر مع العائله ديالي خواتاتي في الدار من اطيب الناس وغير 36 والبرد اللي جاي يديها والله العظيم وحنا هذا الزمان ما خاصناش نكونوا هكا واللي غادي نقول لك جيجي اختي ان شاء الله انا نصيحه مني ترجعي لبلادي ان شاء الله وديري محل وان شاء الله وديري الاشارات والقناه لا فامي عمرها ما كتكون مصدر العيش وحق الله العظيم تيقوا بيا علاش باسكو هي جيجي الروتين ديالها ديال الناس ضريفين اليوم شكون اللي القنوات اللي كيطلعوا داكشي اللي كيديروا الحوايج الخايبين والله العظيم الحوايج الخايبين الناس دابا كيعايروا بزاف شي وحدين وما كيديروا لهم والو ياك لا فامي ديالي سمحوا لي ولكن الواحد خاصو ان شاء الله فامي كنا كنخطئوا الله يحفظكم ان شاء الله انا نقول لها فامي ديالي بالنسبه شوفوا باقا صغيره الحمد لله باقا صغيره ان شاء الله ديري القناه وخدمي بيرو انت خاصك تخدمي جيجي خاصك تخدمي انا نقول لك في اللايف بلا ما نقول لك في الواتساب باسكو اختي وحنا عندنا الحمد لله عائله زوينه هذه العائله راه كلشي كاين الاكثريه داخلين عندك منهم جاو منهم دخلوا عندنا حنا الحمد لله وانت ما برافو مكافحه ومناضله القناه ولكن خدمي ان شاء الله دابا انت في مصر بروفيتي استغلي هاد الفرصه شوفي المحلات حنا ملي كنا كنسمعوا كبيع وشرايا كنسمعوا العبايه عبايات مصر اذا سيري شوفي المحلات محلات ان شاء الله وجيبي وخدمي بالجمله وخدمي بالديتاي وجي المغرب وديري جلابه تجيجي وتبارك الله انت عندك ذوق واعر ما شاء الله عليك وطويله تبارك الله وكما كان راك اختي كما كنفتخر بخواتاتي انا ما شاء الله ديري جلالب واعرين وانت رومي دخلي شوفي في انترنت ها دخلي شوفي في انترنت ودخلي وشوفي جلالب وتكوني مشهوره بالجلابه ديالك جلابه تجيجي واعره تبارك الله اليوم كاين عندنا التوب كاين عندنا لي فيرنيسير كاين خدمه رومي التوب ما شاء الله العظيم لا فامي ديالي لا كاينه الخدمه في المغرب برافو هي شحال ورات ديال الجلالب تبارك الله الناس محلات إلي بوكو دي بيل شوز والله كاين ما يتشاف برافو كما قالت اختي كاين ما يتشاف بزاف ديال الحوايج كلامك على حق الله يحفظك والله العظيم برافو عليك اخي يونس هذه هي الهضره ماشي برافو والله ياك العائله ديالي انا راه اختي دابا غتشوف هذا اللايف واكيد غيعجب الحال والله العظيم لان شوف مازال غنطرق بزاف ديال الحوايج وليت في الهضره غنطرق بزاف ديال الحوايج لان لافامي ديالي هادشي حنا خدامين وكنقول اوك دوماني حتى انا يوقع لي هادشي ولكن باذن الله ما نخليش راسي حتى نطيح في هادشي انا ما نبقاش نتبع الناس اللي شوف لافامي ديالي ملي كنكونوا صايقين الطوموبيل غاديين في لوطوروت اش كنقولوا كنقولوا انا بوحدي اللي عندي العقل لي زوت راه كلشي مفطين ما نبقاش انا متبع القنوات الاخرين كيكذبوا تي كصاحب راسك راه بصح داروا راه ما دايرين والو راه وما عندنا ما غادي نديروا من راسي وجبد راه اخرها موت نتهلا في الوليدات ناكل ونشرب ونخدم ونضحك وديما الدماغ ديالي يكون في الخدمه نكون في الخدمه كاين التواب تبارك الله انا جلابه المغربيه والقفطان المغربي والعبايه الحمد لله ودابا ان شاء الله غتولي في ميسره وغيوليو عندك الكليان وتعرفي والقفطان المغربي برافو
الرزق بيد الله، لازم الانسان يبدع في المجال. برافو اللي كيعرف، واكيد الاستمراريه وان شاء الله توصلي لداك الشيء اللي كتمنى باذن الله تعالى. مازال الحمد لله صغيره، ما تقوليش انا كبرت. انا راه دائما انا راه مزيد في 76 وقيله قد قدها، وكنقول باقي جون انا لا بديت. كاين ولا ما كايناش؟ والله لا فامي ديالي عمر الانسان نقول لك اه لا اسيدي راه كاين مساكن. الله بديت، الله بديت انا. اقتراحاتك مهمه لصالح جيجي والله لا فامي ديالي، باسكو مدام السكداري واحد الانسان اللي طيبه بكل صراحه. يا ربي تفرج عليها ان شاء الله، يا رب الله يحفظكم اخواتي ان شاء الله. فرحوني ونشوف غندخل عندها ان شاء الله الباج ديال القناه ديالها ونشوفكم كلشي دايرين ابوني وجيم وكاتبين يونس خويا اللي بغات. شوف واخا كبير شوف لا فامي ديالي راه صعيب صعيب. احنا عاد قلت انا عندي قناه وطيح لك. انا بزاف شفت القنوات اللي طاحوا، بزاف 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 اللي طاحوا، ولكن ماشي بسببها هي، ربما اللي سمعت انا ظروف اللي خلاو القناه ديالها تتمشي ظروف و سي بوغ صافي. ان شاء الله كل شيء غادي غيدوز باذن الله تعالى والله العظيم. الله يحفظكم لا فامي ديالي ان شاء الله. خواتاتي الله يحفظكم، شكون اللي غيكتب لنا قناه جي جي بريستيج ام عمر؟ الله يحفظكم باش خواتاتي يدخلوا عندها كل شيء. الله يطول لي عمركم نحسوا بها مالك اختي، لان والله نحسوا بها قسما بالله. انا كنت ما كنت غادي نجي المغرب وندير لايف، ولكن غنتعطل، وحنا بغيناها باش يدخلوا عندها الناس بزاف وداك الشيء اللي بغاتي ان شاء الله. عندك داك الشيء اللي كان صوفيا. برافو صوفيا، جي جي بريستيج في مصر. الله يحفظكم لا فامي ديالي سي يونس، الله يطول عمركم ام اشرف، الله يكبر بكم اخواتي يونس ان شاء الله. شوف اليوم غنعتبروا جي جي واحد الورده قدام، عندنا واحد الورده في الجرده غنكبوا عليها الماء ان شاء الله غتكبر. ودائما الورده دائما كنشموها تعطي واحد الريحه زوينه ليا ان شاء الله. غادي ترجع للمغرب بالله تعالى عندها واحد 200,000 ودير لنا محلات واعرين. ياك لا فامي ديالي، ولا واحد الشجره نسقيوها وغضل علينا ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. بغيت خواتاتي الله يرضي عليكم كلشي 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 ندخلوا عندها ان شاء الله يا رب، وندعموها ان شاء الله توصل 100,000 باذن الله. جي جي انا كنصفك. هيا معنا لا فامي ديالي، دخلت معنا انا معاك. يلا خواتاتي يلا الله يحفظ لا فامي، بارطاجيو باسكو معنا جي جي ان شاء الله. هجوم هي دخلت، تحيه لجي جي ان شاء الله، واكيد غي ربي غييسر لك باذن الله تعالى تعالى. انما على العسر يسر، الله يحفظكم خواتاتي. لا راه شفتها، الله يحفظكم. تحيه لجي جي، كنا نكتب جي جي بريستيج في مصر، الله يحفظكم. نتمنى من الله ان شاء الله ترجع اللايف جي جي وتشوف دوك. الله يحفظكم الهجوم ان شاء الله خواتاتي، الله يحفظكم. تحيه للاسره كامله، الله يحفظكم. تحيه ليك جي جي الغاليه، شكرا 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 شكرا. الله يحفظكم لا فامي ديالي، لا فامي ديالي. بغيت الجيج الافاتار يكون بكثره عليها لا فامي ديالي. ياك جيجي غتخلص لي الرينغ اللي شريته ب 15 اورو وما تعشيتش، شريتها هذا دانون ومشيت طلبت معلقه من هذوك اللي كيبيعوا الشاورما واحد البنغلاديش، قلت لي دوني موا ان كويير سيل فو بلي، قلتها صحيحه. نضحكوا جيجي شويه، دوني موا ان كويير، قلت لي هو ما عطانيش كويير، عطاني مغرف. ضحكوا مغرف، هادو نضاضر. نضحكوا جيجي شويه ان شاء الله. انا معاك جيجي، الله يطول عمركم، الله يحفظكم. اي تيونز لا فامي خواتاتي ان شاء الله، بغيتكم تدعموا جيجي ان شاء الله وندخلوا عندها. وانا نصيحه مني انا، هي دابا داخله معنا خواتاتي، وقولوا لي سيونو. شوفوا تبارك الله فيكم الاستاذه وفيكم ربة البيت والدكاتره والمحاماه والقودات وزيد البرلمانيات، فريمون والله العظيم عندنا خواتاتنا ما شاء الله. لا فامي واحد النصيحه غنعطيها لجيجي، دابا هي في مصر ان شاء الله باذن الله تعالى غتستابل تما ان شاء الله، غتريح، غتولي تعرف الدنيا، تعرف المحلات، العبايات، ولي تخيط هي في مصر. لا فامي كنعرف رجال كيخيطوا في مصر، هي تخيط الذوق ديالها وتجمع سلعه تبارك الله، وتعرف كيفاش تصيفط للمغرب ان شاء الله، وتخدم بالجمله وتخدم في المحلات، وملي تخدم تجي ترجع في حالاتها لوليداتها ودير لنا ان شاء الله واحد المحل. وبغيت اول واحد دير لايف هو انا، كا ولا ماشي كا؟ الله يطول عمركم، الله يحفظكم خواتاتي. كم لابار الله يحفظكم.
داكشي على لا فامي ديالي اكيد كا ان شاء الله ودير العبايات ديال مصر كل شيء قال لي بيع وشراء ولكن اخويا ما عنديش راس المال ما كرهتش ربي يسر ان شاء الله ربي غادي يسر لك ان شاء الله لا فامي دير العبايات ان شاء الله وتجي المغرب والله تبارك الله انا عندي العائله ديالي والله العلي العظيم لا فامي ديالي عندي عائله ديالي واحد بنت الخاله ما شاء الله وتحيه ليها ان شاء الله ونتمنى لها التوفيق انسان كيمشي بعيد بجلاب والقفطان كاينين تبارك الله تجي تخدمي ديري العبايات وتخدمي جلالب والقفطان والله العظيم تشهري بيهم ان شاء الله فريمون لا فامي ديالي الله يحفظكم نحن جنود الله يحفظكم جيجي اول وحده فريمون انا قلتها دائما لا فامي ديالي كنقول جيجي اول وحده لا فامي في المغرب دارت الاشهار اول وحده دارت الاشهار حنا لا فامي تعلمنا منها بكل صراحه حنا تعلمنا منها كانت عندها واحد الجراه ما شاء الله وتبارك الله عندها متتبعين والحمد لله مازال ربي ان شاء الله غادي ييسر شحال من واحد لا فامي ديالي داروا وان شاء الله طلع ولكن تكون غير طموح ان شاء الله وتكون العزيمه ومن الغربه راه صعيبه شويه الغربه راه صعيبه ملي مشيتي تما كاين ما نريحش نمشي نقلب على المحلات ولا الفطوريات ومحلات ديال تبارك الله عندهم تما لا فامي والله العظيم اللي عندهم العبايه زوينه كيعاود لي واحد كونسيتير مصري انا خدام معاه كيجيب لي سلعه من تركيا وكنت جبت مع هذا الموضوع شحال هادي وكيخدموا تما ان شاء الله خويا انت خويا وسعاد ما الله يحفظكم جيجي الله يطول لي عمرك والله جيجي حتى كان صحابات شي كان هكذا وقسم بالله العظيم ولكن اليوم فاش عيطت من التليفون دابا جاك الخبر شكون غادي يعيط دابا يعيطوا لك وقلت فاش هادشي بصح قال لي هادشي بصح انا ما عرفتش ليلى ولكن الحمد لله جيجي دابا ربي يسر ان شاء الله الله يجعل ربي يسهل عليك ويسر امرك ان شاء الله ونشوفك ديك جيجي المراه القويه والحديديه كما كنتي كتقولي ودائما انا جيجي ننصحك الله دابا الحمد لله حاليا باسكو الله مشيتي وانا راه جربت الغربه لان ما كيكون عندك لا بواك لا خوك لا جدك صعيبه واللغه واخا لغتهم راه ماشي سهله كتكون داك بحال كما كنقولوا داك بداو في باري حتى اليوم بداو في باري راه كلشي ولا كيعرف ما كتكون عارف حتى حاجه ان شاء الله نتمنوا من الله عز وجل ربي يسهل لك وتلاقي مع ناس زوينين ان شاء الله تمنى لي يساعدوك وحنا حتى حنا بدورنا ان شاء الله دائما نعاونوك نبقاو في القناه حتى ان شاء الله توصل داكشي اللي بغيتي لي باذن الله تعالى والنصيحه اللي كنقول لك قدام خواتاتي لحد ما شوفي القناه ابري من بعد ديري هكا هوايه نبغيك تخدمي ديري المحل والدار بالطايفي عليه ان شاء الله وديري واحد السميه ديالك باذن الله تعالى لان انا شوف وانا كنعرفك ان شاء الله ملي كتبغي توصلي لشي حاجه كتوصليها باذن الله توصليها ان شاء الله الله يحفظكم الله يجعل ربي يسر لك ان شاء الله ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا الله انا عرفتك عن طريق جي جي وي باسكو اول وحده دارت لي لا فامي الاشهار هي جي جي بريستيج ايام ما تنساش ان شاء الله جيجي باذن الله تعالى ربي يسر لك باذن الله ان شاء الله شوفي كل شيء قريب عند الله وباس يكون القلب زوين النيه الصافيه والله العلي العظيم تتمشي بعيد وانت راك تعرفي ونسخو كما كنقول لك والانسان اللي ربح 1 ريال اللي ربح 4 ريال اللي خزن 2 ريال واش دريال نخسروها باش ما ديرهاش بين الوقت لان يعني الوقت صعابت اليوم ان شاء الله كما قالت مدام السكداري هذه سحابه صيف وستمر باذن الله تعالى سلام خويا يونس لاباس عليك انا قلت لي شفتها شي 3 فوا المره عند عمر احفظكم يونس الله يطول عمركم صافي لا فامي ديالي ان شاء الله مازال انا معاكم عارف اخواتاتي جيجي بريستيج في مصر سهله جيجي بريستيج في مصر ان شاء الله بغينا هاد السيمانه تدخل وتشوف تورينا والشوارع ديالها ان شاء الله وتورينا المحلات تورينا كيفاش كيعيشوا الفول مدمس والفراخ وما تقولي شي ميساج قولي اجمل شيء في الوجود لا احد بيحبك دابا حنا كلنا بنحبك والله العظيم اي 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 ياك خواتاتي نضحكوا شويه مسكينه شوف لا فامي ديالي والله الغربه الى فايته فينا والله العلي العظيم الى الغربه راه صعيبه 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 قسما بالله انا مع افاتار وجيجي بري الله يطول عمركم فاطمه شاكر شكرا خواتاتي انا عارف خواتاتي ان شاء الله اليوم شوفوا هذا اللايف وانا عارفكم الديور الكبار عارفكم كتبغوا ديروا الخير
وما غتستردوش ليا في وجهي وحاشا، باسكو واحد الانسان اللي تاهي عنده وليدينا وربي يسر ليه ان شاء الله، وغيبقى كل شيء غير التعاود. عقلتي ان شاء الله نشوفوها دائما الفوق الفوق باذن الله تعالى. كلنا جيجي، الله يحفظكم. شكرا خواتاتي العربية، يسر لكم الامور. الله يطول عمرك ام عمر، كلامك فوق رؤوس، الله يطول عمركم. المشاركه لافامي، الله يرضي على خواتاتي، الله يحفظ لكم وليداتكم ازواج كلكم لافامي. دخلوا عند جي جي بريستيج في مصر لافامي. انا ما بغيتش ندير لها ستوري باسكو ما تستاهلش ستوري، انا بغيت ندير لايف ونقول لهم شكون هي جي جي بريستيج. والناس اللي كيدخلوا كيخرجوا، انا كنقول لكم دائما جي جي بريستيج راه هي اول قناه اشهاريه، انا غنبقى نهضر غير عليك، هي اول باسكو هذا اللايف ديال جي جي، اول قناه اشهاريه في المغرب دارت الاشهار والله العلي العظيم. يونس سلام، سلام العائله ديالي، وشكرا لكم ان شاء الله. مالها جيجي الوغ العائله ديالي، انا ما عارفش اللي تطيب بزاف بزاف، ان شاء الله ملي غتدخلوا عندها وغتشوفوا اللايفات ديالها ان شاء الله وشوفوا الظروف. انا دابا ناخذ النمره ديالها، انا نعيط للمدام تاخذ نوره من عند بنتها، ولا ناخذ النمره ونتصل بها ان شاء الله، باسكو والله ما عندي نمره بالله. فريمون اول قناه اشهاريه، برافو 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 لافام ديالي، وهي اللي عرفتنا احنا الحمد لله. هي الله يحفظكم صراحة أخوي يونس، ما حالك عرفتو عن طريق جي جي بريستيج ادمين، الله يحفظكم. لا فامي ديالي ملي عيطوا ليا ولقيت بزاف ديال الميساج، والله العظيم ما قدرتش ما نديرش ليها لايف باسكو والله العظيم الناس بزاف كيكتبوا ليا يونس يونس عافاك عافاك عافاك، وما كيصحابش لهذا الشيء فريمون. ولكن اليوم تاكدت بان داك الشيء كلشي اللي كتقول راه صحيح، وان شاء الله هي راه مرأة شجاعة تبارك الله وما شاء الله. شوف لا فامي والله العظيم نتمنى من جيجي، جيجي ان شاء الله باذن الله. شوف انا كنت كنقول جيجي، الوالده كانت كتقول لي مسكينه والله العظيم، بورتا فورتونا ديالي، هذيك بورتا فورتونا كانت فيها الخير علينا الحمد لله، قسما بالله كانت فيها الخير علينا الحمد لله، لان بها باش تشهرنا باش تعرفنا الحمد لله. والله ييسر ليها ان شاء الله، نتمنى من الله عز وجل ربي ييسر ليها ويسهل عليها ان شاء الله. هالي كنطلب لك انا ان شاء الله كما كيقولوا يتجمع الشمل ديالكم باذن الله مع الوليدات، احسن حاجه والله العظيم. انا ما كنتش عارف هذا الشيء كامل، لانه كنت نقدر ندخل، وهي الحمد لله داصر عليها وداصر على خويا العزيز، ندخل ورب ونعود ليها. شوف جيجي واليوم نقول لك واحد الميساج، عافاك 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 عافاك، مازال غنهضر معاك. عندك يغرك دوك اللي كيديروا اللايفات ويكذبوا يقولوا حنا درنا 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 درنا، شتي انا كنت تبعهم كنت سطيت وجيني اكتئاب ومسطه. انا قلت لك كما قلت في اللايف، انت خدمي على الخدمه ديالك وديري كلشي مسطي وراك، بحال ملي كنكونوا غادي نصايقين في الطوموبيل راه تكوني غادا بخير حتى شي واحد يضربك، لهذا ديري راسك كلشي مسطي انت اللي بعقلك، ما ديها حتى خدمي على راسك ان شاء الله، خدمي على راسك، ما ديهاش في هذوك اللي تقول هذا دار هذا دار، راه حتى حاجه ما كاينه، راه حتى حاجه ما كاينه، راه الكذوب الخوي الخوي، حيت انت ما كتكذبيش، حيت انت ما كتكذبيش، لو حتى كنتي تكذبي غتقول غيبان لك بان راه ما كيكذبوا، ولكن انت ما انت ما كتكذبيش، راه غير الكذوب هذوك. انا دار قسما بالله ما كاينه شي حاجه قد ما هما كيكذبوا في اللايفات. انا عاد بالله من قلت انا واخا شي نهار يديروها صحيحه غيبقاو يبانوا لي راه كذابين. شكرا يونس، الله يجعلها في ميزان حسن، الله يحفظكم راضيه عزاز وغالين بيان دي، برافو والله العلي العظيم. جيجي اقسم بالله العظيم ما بقاش دي على هذوك، راه الكذوب ودرنا وهادو الافلام وهادي 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 حتى حاجه الكذوب، ماشي انا خسروا لي حياتي ونشتت ما عرفتش شنو هو اللي شحال وانا كنجمع فيه، راه هذاك الشيء هو اللي كيخرج شحال من الناس والله العظيم. ديري راسك انت كل بوحدك اللي عندك العقل كلشي مسطي، ما بقايش دي في هذاك الشيء ديال هادي ودار دار 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 وهذيك المظاهر وديك راه والو. عرفت راه سمعتها والله الا سمعتها مرات ودمرت مسكينه ودمرت. شوف لافامي ديالي نتمنى من الله، لان لافامي هاد القنوات هي راه كارثه، راه بحال شي ما عرفتش باش غادي نوصفها لكم، راه عاد بالمشطر راجي مشي انا الصباح ملي كنوقف كنشوف اللايف شحال ضرب، الا ضرب لي 10000 كنقول واش انا تسطيت اشنو واقع، خاصني دائما اللايف يكون طالع، راه كارثه لافامي هاد القنوات اللي يدعي عليها. اوغوزمون
انا ما دايرهاش مصدر عيش، يعني باغي كنت انا عارف راسي كنبيع ونشري منها، ماشي باغي نديرها ديال الفلوس ولا نخدم بها لا فامي ديالي ولا شي حاجه. والله العظيم امين الله يحفظكم. والله مريومه الله يجعل ربي يسهل عليها ان شاء الله. خويا يونس الله يسترها معاك. جي جي خطنا لازم نوقف مع الحاجة شموخ الله يحفظكم و لا فامي ديالي. والله العالي العظيم لا نوقف معها انا قسما بالله. ان شاء الله نوقف معها باذن الله تعالى والله يجعل ربي يسهل عليها. شوفوا انا وعد مني اليوم انا غنقولو قدامكم وجيسبيغ الله يطلع قسما بالله قسما بالله. الا انا شوف المحل ديال البرنوسي نتوما عارفينو، الا ان شاء الله الا يسر الله نعطيه لك 4 موا فابور من عندي وجي حطيه في السلعه ديالك 4 شهور من عندي كادو من عندي 4 شهور ما تخلصي لا ما لا ضو لا كرا لا حتى شي حاجه ونعاونوك باللايفات. سمعتوا لا فامي ديالي اقسم بالله داك المحل الفوقاني ديالي ديال البرنوسي نخويه من السلعه كامل وجيبي فيه سلعتك حتى توقف ان شاء الله على رجليك الله يسهل عليك. سمعتوني والله لا فامي ديالي مريو جيجي انا معاك. خدي الدار هنا خويا ما راحتش ان شاء الله ربي كبير غادي يسر لك الامور ان شاء الله وكوني انت يكون عندك طموح ان شاء الله ونوضي وربي غادي يسهل والله العظيم وحق الله العظيم. الا قلت لك هذه جيجي قدام العائله ديالي نعطيك الحانوت ديال البرنوسي الفوقاني كل لو اربع نعطيك 5 شهور غراتوي ما تخلتي لا ما لا ضو لا كرا لا حتى حاجه وندير لك اللايفات جيبي سلعتك جيبي غير البنت اللي غتخلص لك تخدم لك وخدمي مع راساتك ربي يسهل عليك ان شاء الله. وشوف جيجي وانا كنقول لك عاوتاني قدام العائله ديالي باذن الله تعالى الله يجعل ربي انا المهم عرفتش كل شيء عندي سهل دائما كنيسر الحوايج وربي ما كيحشمناش باذن الله تعالى. واش الانسان الا ما عندكش الفلوس باش غادي نشري راه كاينين السوارت والساروت عندك جيجي الحق ان شاء الله باذن الله كنهضر على مستقبلا وديري محل وهذاك المحل ان شاء الله تاخذ لي الفيزا وانت انا عارف امنيتك باغا تمشي لوروب وحاجه اخرى مازال صغيره علاش كتبقى تكبري راسك مازال صغيره ان شاء الله ومازال المستقبل قدامك ياك العائله. ولا فامي ديالي وحنا عرفنا ريوسنا واش حنا شارين عمرنا حنا كنعسوا ما كنعرفوش ريوسنا واش انا غادي نصبحوا قدا ولا لا حنا غادي في الطريق اشنو غادي يخرجوا لنا الحوايج اللي غادي يخرجوا لنا. والله لا فامي ديالي انا ما كنقولش كلمه في التليفون ما كنقولش اختي في التليفون انا كنقول لك قدام العائله ديالي خواتي تونس قدامهم ان شاء الله قدامهم تبعوني خليت كل شيء ان شاء الله ترجع لبلادك ان شاء الله جيجي والله العظيم. شوفي نعطيك واحد 4 موا 5 موا ها تتعرفي الدنيا وتعرفي القنات وتعرفي ان شاء الله البلايص اللي كيتخدموا فيهم العبايات بيرو عودي خدمي راسك الموديل طيحي راسك ان شاء الله وربي غادي ييسر لك الامور. الله يحفظكم مدام السكداري العزيز الغالي الله يطول عمركم الله يجعل ربي ييسر لكم ان شاء الله ونفرحوها حتى هي مسكينه ان شاء الله. وانا الامنيه ديالي ما كاينش اللي كي ربما كاينين الناس اللي كيعرفوا جيجي والعائله ديالها انا اللي كنعرف العائله ديال جيجي ويا ربي يا ربي ادعوا معايا ان شاء الله يرجع الشمل هكا باذن الله تعالى ان شاء الله وترجع لوليداتها. وما سمح لي قلت لك هذا الميساج هذا الكلام هذا والله والله العظيم راه شوف وحاجه اخرى ما كاينش بحال بلادك والله ما كاين بحال بلادك اقسم بالله راه ما كاينش بحال المغرب بلادنا اقسم بالله العظيم. برافو برافو سمع جيجي قالك دير لنا العبايه في البرنوسي صافي برافو نساي ان شاء الله ونبدا حياه جديده ونعرف ان شاء الله ونتمنى من الله قنوات اخرين حتى هما يدعموك وناس هما يدعموك ان شاء الله وطلع لك القناه ان شاء الله وجي وبدينا العبايات وبدينا الاشهارات جيجي اول خلصه غتخلص ان شاء الله من عندي انا من الاشهار باذن الله. يونس باغي بريفي سي ميو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون فاتحه خير باذن الله ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب. الله يجعل ربي ييسر ليك. انا دائما كنقول لافامي ديالي والله العظيم الى جيجي من اطيب الناس راه حتى هي 36 بويا عمر كما كنقولوا والله العظيم القلب راه زوين، واخا هكاك القلب قلبها زوين والله العظيم كيبقى فيها الانسان كيبقى فيها الانسان فريمون لافامي. شوف شوف لي كومونتير ديال الجاليه المغربيه بالنسبه للراديه ولا والله لافامي ديالي والله قسما بعزه الرحمن كما قلت اختي ما كاين احسن من بلادنا قسما بالله. هما هذه صافا فريمون فريمون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لافامي ديالي ان شاء الله اخواتي ان شاء الله بغي الله يجعل ربي يسهل لكم. احنا معنا 263 ومعنا 300 ولكن بغيت خواتاتي ان شاء الله كلشي 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 يدخلوا عند 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 جيجي ان شاء الله ويديروا ليها ابوني ان شاء الله افيك لي جيم ولي ميساج زوينين ودائما الطاقه الايجابيه ان شاء الله باذن الله تعالى. واش انت مقيم بايطاليا؟ نو لا فامي دابا انا في فرنسا ان شاء الله هاد خواجو غادي يمشي لطاليان ومن طاليان ان شاء الله تشوفوني في تركيا. الله يخليكم لي يا ربي امين. الله يجعل ربي يسر لكم العائله ديالي وشكرا لخواتاتي كلنا جيجي ونفتخر. شكرا ام عمر هاد ام عمر انا وضت لي القوق مازال جيجي ناخذ النمره ونصيفط لك لي ميساج والقوق القوق نوضت لي اليوم وقلت لها بلاتي غنطلع على الدار غندخل للوطيل مع واحد لوطيل 5 طوال جلدي مهرس 70 اورو خفت ندير لهم فطوري غدا يتبعوني على 70 اورو شي هذوك التقابي ديال ديك التلفازه التقابي لو كنوري لكم الشومبر ما نقولش لكم واعر خمسه النجوم عرفتي 70 اورو كون كان في المغرب في مراكش ولا في المغرب عرفتي فين غنسكن صافي لا فامي ديالي شتي فرنسا مالك لبستي التقشيره تقشيره بيضاء وتقشيره حمراء لابسينهم السلام عليكم نضحكوا جيجي شويه الله يحفظكم لا فامي كركا في المترو كيبانوا لي شي واحد ما غنقولش منين عادي لابسين تقشيره حمراء وتقشيره خضراء. انا من الرباط بسبب اشهار جيجي تعرفنا عليك خويا الله يطول عمركم العائله ديالي الله يكبر بكم. جيجي حتى هي لا فامي كان عندها اختيار ملي كتدخل المحلات وهذا من الناس تبارك الله الراقيين والواعرين كانت كتدخل المحلات ملي ما كتشوف مول المحل ما كيعجبهاش ولا لي زارتيكل راه ما كديرش ليه سميتو ما كديرشهم اشهار قسما بالله. هذه واحد القضيه زوينه كانت فيها الا ما كانش عند المحل مزيان وتجي واعره ما كانش كتبغي دير ما كانش كدير اشارات للناس يعني غير من والا كدير لي اشهار ان شاء الله يا رب. لا لا ام هادي لا ان شاء الله ياك برافو الله يحفظكم لا فامي ديالي الله يحفظكم المصداقيه يا وجه الخير على المحلات فريمون والله انا كنقول لا فامي ديالي من انا بورتا فورتونا بالنسبه ليا كانت بورتا فورتونا بالنسبه لي الله يحفظكم لا فامي ديالي وشكرا لكم ونتمنى من الله عز وجل هذا اللايف يكون خفيف ظريف على قلوبكم ما نكونش ممل والله يحفظكم كلكم. انا هاد الناس اللي معايا في اللايف راه كنشوف لي كومونتير كلهم زوينين ولكن بغيت ملي نسالي اللايف الناس ان شاء الله اللي غادي يدخلوا الله يرضى على خواتاتي الله يطول في عمركم كلكم 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 ان شاء الله هاد الدخلوا وتقولوا انا من طرف يونس خوكم الله يحفظكم تستاهل ان شاء الله على قبل وليدات ان شاء وليدات ان شاء الله وقد ما شوف غنفرحوا الوليدات ان شاء الله. انا من الوفيات الجيجي تبعتها في كل المحلات ما شاء الله عليكم ولا فامي تبارك الله هي اللي شهرت بزاف في المحلات كاع المحلات اللي معروفين اليوم في الكازا راه بسببها انكوني حفظك الله غون افاتار ولد الخير ميرسي انكوني الله يطول عمرك شكرا لك على الميساج اللي كتصيفط لي دائما في طوريات كنبقى نضحك معاك ديما كنكتب لك شكرا لك بنت الخير بسبب جيجي باش عرفناك الله يحفظكم لا فامي ديالي وحتى حنا الحمد لله ما غنساوهاش وحتى حنا غنبقاو معاها ان شاء الله وانا ملي جوني لي ميساج راه هي الاولى قسما بالله قلت تمشي للمغرب وندير انا وسعاد لايف ولكن مع قلت دابا انا قلت اليوم غندير لايف والله العظيم كي دخلت حطيت سبرديله وانا ندير لايف وحق الله العظيم ومشيت شريت هاد رينغ لايت شوفوا كي دايره شريتها ب 15 اورو ملي غادي جيجي غتخلصني هانتوما لا فامي ديالي شي صغيوره المهم طلع عليها الجوك جيجي في هاد اللايف هذا ان شاء الله ولكن بغيت ملي ندخل عندها ان شاء الله للقناه نلقى يونس 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 ونفرحوا كاملين
الله يحفظكم العائلة ديالي إن شاء الله، الشفاء البنية ديالها إن شاء الله بإذن الله. أفنان الله يجعل ربي يسر لكم العائلة ديالي ويطول عمركم لافامي ديالي. شكرا لكم أخواتي إن شاء الله. الله يحفظك. قال ديال الغرض والله العظيم هذا الرينغلايت راه صغيور، قال ديال الغرض. يا رب الله ييسر لك الامور جيجي، الله يجعل ربي ييسرك الامور ان شاء الله ويبعد عليك شر الخلق ان شاء الله، ونشوفوا ديك جيجي اللي كنا كنشوفوها ناشطه. ولا فامي ديالي راه عاوتاني العين، كاين العين وبزاف ديال الحوايج، ولكن ان شاء الله باذن الله تعالى ربي كبير غتفرح ان شاء الله وتفرحنا كاملين في واحد شي لايف ان شاء الله ديرو، وترجع ان شاء الله للمحلات ودير لنا بحله جديده كما كتقول ديك المره كتقول هي بحله جديده. العين حق. شكرا جزيلا لك اخي، الله يحفظكم. الناس من اللي غتحط يدك عند جيجي والله حتى غتنجح، الله يحفظكم. مرحبا العائله ديالي، الله يخليكم لنا يا الله، والله يطول في عمركم. هل من امكانيه لشراء الجمله؟ ان شاء الله باذن الله. العين كتدمر مولاها اكيد 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 والله العظيم. الله يوفقكم. صافي لا فامي ديالي خواتاتي، شكرا لكم، يطول عمركم والله يحفظكم خواتاتي كاع اللي دخلوا معنا. تبارك الله، هاد 300 ديال خواتاتي قولوا عود ربي الفلق. ما تنساوش لا فامي، غنعيد غنبقى نقولها باسكو هذا لايف جيجاوي. ان شاء الله غيولي عنده واحد الجيش جيش جيجاوي كما كنقولوا، وعد منا خويا يونس. صافي عمركم، احنا كنا مسمين جيجي المراه الحديديه، برافو، الله يجعل ربي يسر لكم ان شاء الله. شكرا لكم العائله ديالي، الله يطول عمركم، شكرا لكم ان شاء الله الدعم لا فامي ساعه ما باذن الله. المهم هاد 300 ولا 400 ولا 1000 ان شاء الله، بغيت فرا عشرات نعطيكم ساعه ان شاء الله عند جيجي ولقى كل شيء كاتب يونس يونس يونس. الله يحفظكم ليا لا فامي ديالي، الحمد لله مغاربه وعندنا غير على ولاد بلادنا وعلى بلاد بلادنا ان شاء الله اخواتاتي. هذه مهمه ان شاء الله نديروها كاملين باذن الله، نديروا اليد في اليد ونعاونوا جيجي ان شاء الله وتكمل 100000 باذن الله تعالى. الله يجعل ربي يسهل لكم. الله يحفظكم اكيد، الله يحفظكم. شكرا 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 شكرا، وتحيه لكم ان شاء الله اخواتاتي، والله يحفظكم وتشي بديامو دومان ان شاء الله، والله يطول عمركم خواتاتي، الله يكبر بكم. شكرا عليكم لا فامي، بقيتوا معايا في اللايف واخا ما داير لا سلع على والو. الله يجعل ربي يحفظكم ليا عزاز وغالين، والله يحفظ لكم وليداتكم والازواج ديالكم وما عز عليكم، يمتعكم برضه الوالدين ان شاء الله، وايه الكرسي تحط بكم كاملين. كنقول لكم تشي بديامو دومان ان شاء الله، الله يحفظكم. فريمون كان لايف رائع بوجود هاد الخواتاتي الطيبات. تسالي كل خير، تسالي كل خير جيجي، تسالي كل خير، الله يطول لي عمرك. وشكرا لكم العائله ديالي، نهضر معكم بالفرنسي. بونوي يا دومان ان شاء الله، او غوفوار ادوما. او غوفوار، واعره الثقه في النفس. ما اسمع، لا سمحوا لي بحال لا بغيتوا تعيقوا عليا بحال شي حاجه. بونوي اي اي. يلا مع السلامه. واخا على الفرنسي او غوفوار. يا دي عائلة مسطي عندي، الله يحفظكم. يلا او غوفوار بونوي، مع السلامة، الله يحفظكم، الله يحفظكم. الفرنساوية نقية، وي بيان سيغ. يلا 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 خواتاتي، الله يحفظكم ليا. جيجي بريستيج في مصر، جيجي بريستيج في مصر، الله يحفظكم. نقية الفرنسي، الله يحفظك، الله يطول عمرك. شكرا لكم لا فامي ديالي، تصبحوا على خير، تشاو، مع السلامة. شي فيديو دومان إن شاء الله. يلا قلت لكم بعد قليل غادير لكم لايف، يلا ندخلوا عندك إن شاء الله، مع السلامة، الله يحفظكم. من الأغلاط يتعلم الإنسان، أكيد مدى حريزية العائلة ديالي. إن شاء الله نجيب لكم لا فامي الجديد، غير الصبابط اللي ما خديتهمش لكم لا فامي ديالي حتى تمشي الطاليان. خليوا هذا اللايف ديال جيجاوي، ديال جيجي، ما ندخلوش السلعة في لا فامي ديالي. بونوي، ميرسي، مع السلامة. لا فامي تلفت لوطيل مع خمسة النجوم، لا فامي ديالي راه دوخوني غير هذاك الاكواريوم وداك التخربيق اللي داير بيا، الجليج مهرس، هذيك الرشاشة مقطعة. تشاو.